في البداية نرحب فيكم حقيقة في هذا المكان، معرض توظيف زاهب في أبوظبي. اليوم نحن في صندوق الوطن نشارك أبناء وبنات دولة الإمارات هذه الفرصة الجميلة، كل واحد فيهم يأتي لهالمكان ويقدم على وظيفة في يعني الجهات المختلفة المشاركة في هذا المعرض. نحن كصندوق الوطن نوفر يعني باقة كبيرة من الخدمات للخريجين الجدد أو للباحثين عن العمل، سواء عن طريق التدريب أو التأهيل للوظائف وتحديدا في القطاع الخاص. من ناحية أخرى، اليوم أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن المنصة الذكية أو منصة الذكاء الاصطناعي بالأصح للمقابلات الوظيفية. ممكن أولادنا يون وبناتنا يون يجربون هذه المنصة هني لايف، أو ممكن إن شاء الله في المستقبل القريب بتكون متوفرة للجميع على أساس يشاركون فيها. نحن في صندوق الوطن حقيقة يعني نحاول بقدر الإمكان أن نحن ندفع أبنائنا وبناتنا إلى القطاع الخاص، لأن هذا القطاع كبير ضخم حيوي. طبعاً هذا ما يمنع أن نحن أيضاً نقدم أي خدمة من الخدمات للمؤسسات الحكومية المتواجدة حوالينا، سواء كانت هذه المؤسسات يعني وطنية أو أكاديمية جامعية أو حتى الجامعات الخاصة أو المدارس الخاصة. من ناحية أخرى، من المهم أن نركز على الهوية الإماراتية الوطنية الخاصة فينا نحن، وكيف ممكن نعززها سواء في شخصيتنا المهنية أو في يعني نحن نسميها التعليم الأكاديمي. شكراً لكم، شكراً لفرسان الإمارات، شكراً لمشاركتكم معنا.